وسهلا ومرحبا بكم هنا من الملعب الأولمبي في كييف. صح فطوركم، صح شربتكم، رمضان كريم في هذه الأمسية الرمضانية الفضيلة. نلتقيكم من خلال دوري أبطال أوروبا في لقاء القمة، لقاء الفاينل المرتقب المنتظر هنا من استاد الأولمبي الأولمبيك في كييف في حضور 70,000 متفرج. استاد القديم من 1923 تصرف عليه 430 مليون يورو استعدادا ليورو 2012 الأولمبينسكي. تاريخيا اخذ برشا اسماء بداية من عام 23 تحت اسم الزعيم البولشيفي تروتسكي، سمى على اسم نيكيتا خروتشوف. ممكن الصغار ما يعرفوش الرئيس السوفيتي خروتشوف هو اللي استعمل حذائه فوق منبر الأمم المتحدة لإيقاف العدوان الثلاثي وقت على مصر في 56. من تاريخ الماضي إلى انطلاقة الحاضر، جمهور ليفربول يسجل الهدف الأول بحضور المكتلاق. رمشي صلاح، يدخل صلاح، حط كرة خطيرة، فرصة ولو كرة صعبة على المرنجي. أي نهائي في البدايات والعبرة بالخواتيم. ترجع الكرة فودريتش، يضرب كارفاخال، يوزع كرة خطيرة، فرصة الحارس كاريوس. وزير أليجري، نعرف اللي كلوب خسر فينا 2013، يحب يربح 18، كوت كوت كوت. التريو 29 هدف، يمشي خطيرة فينا دوم، وكرة من إسباني، بطل أوروبا 12 مرة، 6 مرات قائد الفريق يحمل القميص رقم 4. رقم 4 في أول بطولة عام 56 كان ميجل. هدف مالديني، سيبقى ريتور، تمشي كرة صلاح والدفاع قلت رب المنتخبات. هنا كرة خطيرة تمشي صعبة، فرصة ليفربول على صلاح، يمشي صلاح حط الكرة واحدة اثنين، كرة خطيرة والحارس يتصدى كيلور نافاس. 6 دقائق من نار يا ليفربول. الكأس السادسة طريقها كييف، مكسبها في كييف وبواب كييف. تمشي كرة على الأطراف، يلعب الكرة خطيرة روبرتسون والراسية اوت، ضربة مرمى للريال. ترجع الكرة للريال عن طريق مارسيلو، واحدة مارسيلو اوت، ضربة مرمى للوريس كاريس. هيو روح، هيو جرينتا، هيو رغبة يا ليفر. والكروس مليون عشاق الليفر، يمشي صلاح يدور خطيرة من ساديو، يضرب كرة سوبر على اليونايتد. هنا كرة عكسية، كرة جول، شوف فيها جول، شوف فيها جول، مش ممكن مش ممكن على كرة دردون كريستيانو رونالدو. سادس فاينل في تاريخه، تريدي كرة للريال وركنية لفريق ليفربول، ارتباك في فريق مدريد وكارفاخال. فكرة الريال ليفربول الصالح المصري في أول مواسمه 44 هدف مع ليفربول على بعد 3 أهداف فقط من الركور التاريخي للحمراء واللي يمتلكه الويلسي ينرش 47 هدف. في الطريقة نفس الأخطاء، يمشي صلاح حاط الكورة لسد، كورة صعبة، كورة جول وهدف يضيع. أرنولد يدخل التاريخ، حط له يا روعتك، روعة روعة من أرنولد، أروع من العملاق كايلور نافاس. كايلور يخلص الريال. على فكرة فما ملاحظة رقمية مهمة جدا نبني عليها استنتاج، هو أنه عدد الأهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين. ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الأول مقابل 18 في الشوط الثاني، عكس الريال. تيرانجا، يمشي السنغالي، غزالة مصيبة في غابات كييف، وجاب روكنية، نعم كورنر، روكنية لليفربول، روكنية. كابيتال 2005 ليتشكوك، 2005 التاريخ في ماتش الريمونتادا اللي مستحيل تتعاود، مستحيل تشوفها عين. تغيير اضطراري لكان على البال، لو كان على الخاطر تتغير. يمشي كريم، كرة الجول خطيرة، مودريتش، مودريتش يلعب كرة عرضية، تاخذ الكرة مارسيلو، يلعب الكرة رونالدو، كريم بنزيما ورجعت من الدفاع لفريق الريال عن طريق مودريتش. يمشي مودريتش حط الكرة ركنية، ركنية لمودريتش والبوزيشن. ترجع كرة خطيرة الهربة ويخرج كيلور نافاس، ما تنساش. يمشي مارسيلو، مارسيلو خطيرة برشا، أرنولد، أرنولد عطاها من الفينال، الفاينل النهائي لم يحسم بعد، أوف سايد، تسلل، تسلل على كريستيانو. ناتشو إيسكو، إيسكو وزع كرة خطيرة، وكرة هدف
والهدف الاول الريال اوفسايد اوفسايد تسلل على بنزيما. انا ما اقول لكم انه كريم بنزيما محظوظ من ليفربول سجل فيهم 3 اهداف من 4. يا غدار 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 هذه الفانيلا البيضاء غشي بالكوره يرجع مارسيلو يعمل البوان تتعدى الكوره رونالد برافو رونالد ثواني حذاري من اخر الثواني حذاري من اخر الثواني كوره جول كوره في الشبكه الصغيره هذا هو الريال هذا هو ناتشو ناتشو يقول اذا هبت رياحك اغتنمها تمشي كوره بنزيما بنزيما حطها يا ولد يا ولد يا كريم يا كريم في شهر كريم حط الكوره بنزيما ثاني المرنج الرويال الريال اس المدريد يا ساده 2018 يلعبوا على الدوبليتا حقوا الباسكيت مازال عندهم كسروا كاس الابطال في النهائي عام 64 ربحوا السله وخسروا ما فماش السله ولكن فما لوريس كاريوس اش تعمل يا كاريوس جول 1-0 للريال 1-0 لمدريد مش ممكن مش ممكن يا سحار يا بنزيما يا غدار يا بنزيما يا سفاح يا بنزيما خلاص 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 اتحلت الشبكة لألمانيا اداها لألمانيا اعطاها لألمانيا قرر نيابة عن زملائه انه الكاس يردم مدريد يفتح بوابة التسجيل شوف هذا اللعب على دفاع الخط سيكلفهم الكثير 1-0 كل الطرق تؤدي الى اللقب اتمون ما اقول هي مسرحية مولير التعادل جول 1-1 ليفربول الحمرة ديما برجالها 1-1 ساديو ماني ساديو ينقذ ساديو يقتنص ساديو يعود من عاد في الريمونتادا التاريخية هناك في أرض الأتراك في استاد أتاتورك قادر على العودة في كييف وبين كييف واسطنبول ساعة ونصف بالطيران طار طير طار طير يمشي مارسيلو مارسيلو يوزع كورة عودة له جول عودة له جول يا جارث يا بيل التجي في حتى الثاني هيستوريكو فينومينال جولاتو 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 كي جول دي الريال كي جول دي الريال بالإيطالية ريتي بالفرنسية بوت بالألمانية دور بالإنجليزية جول يتعلم يدرس هدف يضرب هدف يتصدى له جارد بيل ايش بيني بيني وبينك ايش بيني هذا العام هو ديربي السوبر والروعة والهدف الثالث الهدف الثالث لوريس كاريوس قتل ليفربول ورسميا السوبر في ديربي بين الريال واتلتيكو الجار الجار والريال في نهائي الرويال في السوبر الاوروبي يورجن كلوب المنحوس إصابة صلاح وكاريوس يقضي ويبكي الملايين ماذا يا لوريس ماذا يا كاريوس اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من الملعب الاولمبي في كييف صح فطوركم صح شربتكم رمضان كريم في هذه الامسيه الرمضانيه الفضيله نلتقيكم من خلال دوري ابطال اوروبا في لقاء القمه لقاء الفاينل المرتقب المنتظر هنا من استاد الاولمبي الاولمبيك في كييف في حضور 70,000 متفرج استاد القديم من 1923 تصرف عليه 430 مليون يورو استعدادا ليورو 2012 الاولمبينسكي تاريخيا اخذ برشا اسماء بدايه من عام 23 تحت اسم الزعيم البولشيفي تروتسكي سمى على اسم نيكيتا خروتشوف ممكن الصغار ما يعرفوش الرئيس السوفيتي خروتشوف هو اللي استعمل حذائه فوق منبر الامم المتحده لايقاف العدوان الثلاثي وقت على مصر في 56 من تاريخ الماضي الى انطلاقه الحاضر جمهور ليفربول يسجل الهدف الاول بحضور انطلاق يمشي صلاح يدخل صلاح حط كرة خطيرة فرصة ولو كرة صعبة على المرنجي أي نهائي في البدايات والعبرة بالخواتيم ترجع الكرة فودريتش يضرب كارفاخال يوزع كرة خطيرة فرصة والحارس كاريوس وزارة أليجري نعرف اللي كلوب خسر فينا 2013 يحب يربح 18 كوت كوت كوت
الشوط التريو 29 هدف امشي خطيرة فينا الجوم وكرة من إسباني بطل أوروبا 12 مرة 6 مرات قائد الفريق يحمل القميص رقم 4 رقم 4 في أول بطولة عام 56 كان ميجل هدف مالديني سيبقى ريكور تمشي كرة صلاح والدفاع قلت رب المنتخبات هنا كرة خطيرة تمشي صعبة فرصة ليفربول صلاح يمشي صلاح حط الكرة واحدة اثنين كرة خطيرة والحارس يتصدى كيلور ناباس 6 دقائق من نار يا ليفربول الكاس السادسة طريقها كييف مكسبها في كييف وبواب كييف تمشي كرة على الأطراف يلعب الكرة خطيرة روبرتسون والراسية اوت ضربة مرمى للريال ترجع الكرة للريال عن طريق مارسيلو واحدة مارسيلو اوت ضربة مرمى للوريس كاريس هاي روح هاي جرينتا هاي رغبة يا ليفر والكروس مليون عشاق الليفر يمشي صلاح يدور خطيرة من ساديو يضرب كرة سوبر على اليونايتد ولا كرة عكسية كرة جول شوف فيها جول شوف فيها جول مش ممكن على كرة دردون كريستيانو رونالدو سادس فاينل في تاريخه تريدي كرة للريال وركنية لفريق ليفربول ارتباك في فريق مدريد وكارفاخال على فكرة الريال ليفربول الصالح المصري في أول مواسمه 44 هدف مع ليفربول على بعد 3 أهداف فقط من الركور التاريخي للحمراء واللي يمتلكه الويلسي ينرش 47 هدف في الطريقة نفس الأخطاء يمشي صلاح حاط الكورة لسد كورة صعبة كورة جول وهدف يضيع أرنولد يدخل التاريخ حط له يا روعتك روعة روعة من أرنولد أروع من العملاق كيلور ناباس كيلور يخلص الريال على فكرة فما ملاحظة رقمية مهمة جدا نبني عليها استنتاج هو أنه عدد الأهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الأول مقابل 18 في الشوط الثاني عكس الريال تيرانجا يمشي السنغالي غزالة مصيبة في غابات كييف وجاب ركنية نعم كورنر ركنية لليفربول ركنية كابيتال 2005 هيتشكوك 2005 التاريخ في ماتش الريمونتادا اللي مستحيل تتعاود مستحيل تشوفها عين تغيير اضطراري لكان على البال لو كان على الخاطر تتغير يمشي كريم كرة الجول خطيرة مودريتش يلعب كرة عرضية تحت الكرة مارسيلو يلعب كرة رونالدو كريم بنزيما ورجعت من الدفاع لفريق الريال عن طريق مودريتش يمشي مودريتش حط الكرة ركنية المودريتش والبوسيشن ترجع كرة خطيرة الأربعة ويخرج كيلور ناباس ومش تسعة يمشي مارسيلو اختيره برشا ارنولد عطى الفينال الفاينل النهائي لم يحسم بعد اوف سايد تسلل على كريستيانو ناتشو يسكو وزع كره اختيره وكره هدف الهدف الاول الريال اوف سايد تسلل على بنزيما انا ما اقول لكم انه كريم بنزيما محظوظ من ليفربول سجل فيهم 3 اهداف من 4